السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم محمد من قناه الاختراع المصري. اول حاجه احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب والمتابعيني اول باول. تاني حاجه، في فيديو النهارده ان شاء الله هنتعرف فيه مع بعض ازاي ننفخ البالون بغاز الهيليوم. تمام. اول حاجه هنحتاج لحاجه اسمها سبيد، ودي موجوده عند اي حد بتاع اريال او برسيل او اي سوبر ماركت كبير. حبيبات لتسليك البالوعات، تمام. وفي منه سائل، وهنحتاج لورق المونيا صغيره كده، هات ورق المونيا، وهنحتاج لازازه ازاز بالمنظر ده، اي ازازه ازاز موجوده في البيت، وطبعا للبالون. حط شويه ميه في الازازه بالمنظر ده كده، نجيب ورق المونيا، هنعمل منه كور صغيرة كده، هناخد شوية من الزبيب على قد غطا بالمنظر ده كده، ما بيكون ده منظره يا جماعه. حطهم في الميه بالراحه، بيتفاعل مع الميه، وبيتفاعل اكتر مع ورق الالومنيا. طيب بعد كده نحط ورق الألمونيا، نجيب البالون ونحطها هنا بالمنظر ده، ننتظر شوية لحد ما يتم التفاعل. طبعا البالون بدأت تتنفخ زي ما حضراتكم شايفين. ننتظر شوية، بدأت تنفخ يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، والتفاعل شغال تحت اهو في الإزازة. أتمنى الفيديو يكون واضح، وطبعا ما تنساش عمل لايك للفيديو والاشتراك معايا لمتابعة كل ما هو جديد على قناة الاختراع المصري مع محمد عادل. هننتظر مع بعض إن شاء الله لحد ما البالون تتنفخ على الآخر. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي. زي ما حضراتكم شايفين
زي ما انتم شايفين البالون بدأ يتنفخ واحدة بواحدة، والتفاعل تحت بقى يعني مية بتغلي زي ما واضح في الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين التفاعل لسه شغال والبالونه بدات تتنفخ على الاخر. طبعا لفيت حته بلاستر صغيره على البالونه عشان ما تفكش، عشان ضغط الهواء ضغط الغاز. طيب نتابع مع بعض لحد ما تتنفخ على الاخر. وكده البالونه تكون اتنفخت على الاخر. طيب نشيلها بقى. كده يا جماعه بقى عندنا بالون منفوخ بغاز الهيليوم، ممكن نسيبها ونجرب مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين امسك امسك زين. طيب نحطها على الترابيزه ونسيبها. كده اكون ربطتها بالخيط وسيبها. زي ما حضراتكم شايفين. طيب نجيبها تاني. طلعت الجرام فوقنا. زي ما قلت لو عجبك الفيديو ما تنساش عمل لايك والاشتراك معايا على قناة الاختراع المصري مع محمد عادل لمتابعة كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.